قمنا بالإجراءات من أجل إعطاء هذه المنحة للفلاحين في الأجل اللي طلبوا منه رئيس الجمهورية أي أسبوع. قمنا البارح قمنا بالفيرمو اللي عنده كما يقولوا حساب بريدي أو حساب بنكي، درنا له الفيرمو ديريكتومون الكونت تاعو، واللي ما عندوش الكونت راح تفهم اتصلنا بالمدير البنك الفلاحه باش يروح الفلاح يدي معاه بطاقه التعريف. حنا عطينا له كاع القوائم تاع المنتظرين هذوك اللي ما عندهمش لي كونت باش يدي المنحه تاعو في الجيشون نيفو دو لا باتر. هذا المستفيدين احنا 1114 مستفيد. احنا من الفلاحين المتضررين من الكارثه الطبيعيه هذه اللي تاع الفيضانات اللي فاتت علينا في الاونه الاخيره. جينا اليوم للصندوق تاع التعاون الفلاحي هذا باش نستلموا المنحه هذه المبدئيه. احنا ضرينا بالفلاحين وقفوا معنا السلطات ويكثر خير رئيس الجمهوريه وقف معنا ودينا المنحه هذه تاع 5 ملايين. الحمد لله رانا قاموا بالواجب وعطاونا التعويضات تاعنا فيما يتمثل في مبلغ 5 ملايين.